سيدي أريد أن أحملك أمانة لأطفال فلسطين. لا إله إلا الله، يريد أن يحملني أمانة لأطفال فلسطين. ما هي الأمانة يا سيدي؟ أريد أن أهدي جائزة مالية لأطفال فلسطين إلى الأطفال المسجونين، إلى الأطفال المعاقين. لا إله إلا الله. شوف يا ولد، إنها 40 مليون سنتيم وأنت لازلت صغيرا، ربما يعني تعطيها لأبيك. لا. ماذا تفعل بها؟ كل شيء يهون في سبيل فلسطين أفديها بمالي وروحي. وقل لأطفال فلسطين، كل أبناء الجزائر معكم، كل أبناء الجزائر معكم، ولن يهدأ لنا بعد حتى نصلي معا في القدس الشريف كما صلى عمر وصلاح الدين. فالنصر قادم لا محال.